بداية اليوم مع فقرتنا راح نتعرف على يزن أروسان، طالب تخصص إخراج سينما وتلفزيون. طبعا عمل فيلم من إخراجه وإنتاجه وفكرته وسيناريو حوار ما شاء الله عليه. نتعرف عليه أكثر ليحكي لنا عن تخصصه وأيضا عن فيلم ليبل كود اللي عمله مؤخرا. صباح الخير يزن. صباح الورد، أهلا أهلا وسهلا فيك. فيك يا هلا. أنا اسمي يزن روسان، سنة رابعة إخراج سينما وتلفزيون في جامعة اليرموك. بالنسبة لفيلم ليبل كود، هو فيلم بجسد واقع اللي قاعدين نعيشه عنا في الأردن من عمالة الأطفال. فعمالة الأطفال يعني أصبحت بجسد شريحة كبيرة واضحة وموجودة بمجتمعنا طبعا، عشانها. و يعني وصلت لمرحلة أنه أصبح الكل مستاء من هذا الوضع اللي نحن فيه. فأنا حبيت أسلط الضوء على هذه المشكلة في المجتمع، ولكن بأسلوب آخر، بأسلوبك أنت الخاص. طبعا. طيب الفكرة من وين اجتك يا زين؟ يعني لما فكرت بدك تعمل أول فيلم، هو قلب الكود أول فيلم، لما عادت وفكرت بدك تعمل فيلم وتخرج فيلم، الفكرة كيف اجتك بالبداية؟ هل اجتك أكثر من فكرة واخترت فكرة عمالة الأطفال والمشاكل الاجتماعية اللي عم نعيشها؟ هلا لا أخفي عليك، يعني لا أخفيك الموضوع، إنه كان في عندي سيناريو كنت بكتبه من لسه أنا أول ما دخلت صنفور كنت. شو هو الصنفور صغير يعني؟ صنفور اللي هو الطالب اللي بيكون لسه داخل جديد جديد على الجامعة، فإله يسموه نيكنيم صنفور. صنفور. أبداً. فلما كنت صنفور كان في عندي هوس بموضوع إنه الصراخ، فكان اسم أول سيناريو اللي هو صرخ الجدار. نعم. فصرخ الجدار أول ما قدمته للأستاذ المشرف، بحب أوجه له تحية طبعا، الدكتور عمر غرايبة. فقدم في الجامعة. هلا هو المشرف كان على مشروعي، فقدمت له اياه، فحكى لي لا بيطلع منك افضل من هيك. ليبل كود؟ لا، كان بداية سيناريو اسمه صرخ الجدار. صرخ الجدار. فشوي شوي تركته، حطيته على جنب، بلشت بإشي جديد. كل ما اقدمه لا 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 لا، لغاية ما مرحلة يعني وصلت انه قاعد في كافيه، فداخل موضوع الليبل في راسي عن طريق الليبل الموجود في جنينة المي. فشوي بلشت أفكر فيها وأتفلسف فيها شوي شوي، لغاية ما وصلت لموضوع إنه البني آدم أو الإنسان بهذا العصر أصبح كسلعة. أصبح كل شخص إله ثمن، كل شخص إله سعر، كل شخص إله قيمة مختلفة عن الآخر، مش هو اللي يعني مش كشخص هو اللي بيحددها. في المظاهر تلعب دور كمان، مش المظاهر بقدر ما إنه في أيدي خفية. أنا بعتبر وين هم الأيدي الخفية؟ من أي لا لا، الأيدي الخفية اللي أنا ممكن أحكي عنهم بطريقتي، ممكن يعني تطرقت لهم بالفيلم على يعني على شكل رموز. يعني ممكن يكون في شخص متسلط، هذا اللي بيكون بيبعت الأطفال في الشوارع، آخر شيء بياخد الغلة هو بيعطيهم الإشي القليل. طب أنا لاحظت لما شفت مقطع، على مشاهدين رح يشوفوه إن شاء الله، إنه تعمدت يتعاملوا بالدولار وهم في الأردن. طب ليه الدولار؟ إيش كانت الفكرة في بالك لما اخترت، لما قال له 2 دولار حق اللعبة؟ هلا فيلم ليبل كود هو فيلم صامت، بيعتمد على إيقاع الموسيقى وبيعتمد على الصورة البصرية. فهلا الصورة البصرية في بداية الفيلم كانت عبارة عن مقارنة ما بين الأثرياء والفقراء. والفقراء فعلا كان معه طفل في السوبر ماركت، فكان في كراشندو ولكن صورية مش حوار. ايش هو الكراشندو؟ الكراشندو اللي هو انه مثل الحوار، انا بسلمك كلمه انت بتردي علي باسلوب سريع. صح. ولكن انا اعطيت المفارقه بيناتهم باسلوب او تكنيك اللي هو الصوره. فتعمدت هذا في البارت الاول من الفيلم. مدة الفيلم قديش يزن؟ مدته 14 دقيقة و 32 ثانية، مع شوية تعديلات على التايتل صار 42. طب جاهز مقاطع من الفيلم نشوف؟ يلا نشوف مع المشاهدين مقاطع من الفيلم وعودة معك يزن أكيد.
مشاهدينا الكرام، شفنا مقاطع من ليبل كود اخراج طبعا يزن روسان. بدنا نعلق هلأ على المقاطع اللي شفناها، هي زي ما ذكرنا بالبدايه كيف الفرق بين غني وفقير، وكيف اولاد عم بيلعبوا مبسوطين وفي اولاد كيف بتعبوا. فبدنا تشرح للجمهور وجهه نظرك، لانه زي ما ذكرنا تحت الهواء كل واحد بفهم القصه على كيفه. طبعا انه من مميزات الافلام هاي الرمزيه انه بتعطي افق كبير للمشاهد او المتلقي، بحيث انه يفكر ويحاول يفكفك الرموز هاي شوي، ويعني كل واحد في بداخله هاجس او في عنده حابب يعني يتعرف على اللي قدامه او بيشوفه في الشاشه بطريقته، فكل واحد فهمه بطريقه. ولكن انا كنت يعني مع انه كنت قاصد، ولكن في 6 معاني بصراحه وكنت عاملهم في خطوط عريضه اثناء كتابه السيناريو. فالمفارقه الاولى غني فقير، المفارقه الثانيه ما بين الترف اللي عايشينه الاغنياء وكيف الدمويه، مثل ما شفنا قبل شوي انه في يعني الممثلين او الشباب الصغار كانوا معنا دمويين، انه العابهم مجرد قتل. بمقابل هذلاك ما في عندهم العاب، صح. حتى انه حابب يرسم، بس شو بيرسم؟ هون السؤال، وين صح. رسم؟ رسم على قطعة خشب ويحفر، كان حفر كأنه. هي مع قلم رصاص ورسم على الكرتونة اللي بيبيع عليها الكعك. كرتونة مش خشبة. والله سلامة نظري انا. انا شفتها خشبة. طيب هلا في ابعاد كثير، يعني انا من الاشخاص اللي كنت مثلا عاني 6، بس في اشخاص يعني كثير بعد ما ناقشنا الفيلم انه وصلت فيهم انه اعطوني اشياء انا ما كنت بعرفها. فانه حلو، يعني فيها مود شوي، الواحد بفكر بيحكي بيسال، فكل واحد فينا بينبسط باللي بيشوفه. وما بعرف ان شاء الله تكون يعني انت بالنهايه حركتي شيء او حركت انا شيء عندك. طبعا وخصوصا انه هو قائم الفيلم بشكل عام على الموسيقى، على الايقاع، فايقاعه شوي مشدود، والسبب المهم فيه هو الموسيقى. احنا بعد ما نحكي مع بعض شوي وندردش في كمان مقطع بنشوفه بنحكي عنه. هلا انا اللي لاحظته انه الكواليتي ما شاء الله عالي. انت استخدمت كاميرات خاصه لهذا الفيلم الصامت؟ هلا حتساعدك يعني كتقنيات استخدمتها وهي الشغله؟ شو هم يعني على هذا الفيلم اشتغلته ضمن مساق في جامعه اليرموك. اسمه مساق اخراج سينما وتلفزيون، وهو بروفا لكل طالب فينا مشان يعني يرتب اموره لمشروع التخرج. فانا قدمت فيه يعني الكاميرا كانت في عنا متواضعه، بس ما شاء الله عليها يعني اشتغلتها، وخصوصا انه انا كنت مصور فكان بهمني كثير انه يكون كواليتي عالي. طب انت في يوم من الايام ممكن تخرج وتمثل؟ اخرج وامثل يمكن صعب. بيعملوها كثير، بيعملوها لا هم بيعملوها، بس انا شايف حالي دائما خلف الكاميرا. لانك انت لسه يمكن بدايه طريقك، يمكن لقدام شوي طريقه تفكيرك تتغير يزن. ممكن، بس انه انا بس حابب ضلك خلف الكواليس، خلف الكاميرا. طبعا يعني كل شخص فينا بيعرف شو بيحب ووين واصل هو، فانا حاولت بصراحه انه اشتغل في التمثيل، ولكن ما شفت حالي موجود، مع انه اشتغلت ممثل. مشاركات مسرحيه كانت لك قلت لي في الجامعه؟ كان في عندي مشاركات مسرحيه وافلام قصيره. اخراج؟ لا، في الافلام القصيره كنت ممثل مع الاستاذ معتصم ابو ليم في مشروع اسمه عابر سرير. فهذا فيلم كثير بصراحه اثر علي انا شخصيا، وكنت معاه ممثل، فخلصنا من هذا الموضوع انه لا. ايش اسمه مره ثانيه؟ الاستاذ معتصم ابو ليم. الفيلم عابر سرير. سرير مش سبيل. لا، عابر سرير هو ماخوذ من عنوان كتاب احلام مستغني. وهلا كل واحد بيحضره بصير يفسر رسالته على كيفه اكيد يعني. طبعا احنا متشكرك كثير لحضورك يزن، شرفتنا. كلمه اخيره منك او شكر لناس تعاونوا معك، لمشاهدينا اللي شافوا عملك لاول مره، وكل توفيق لك ان شاء الله تخرج على خير.
بحب أشكر الشباب اللي اشتغلوا معي وتعبوا، وخصوصا في ظروف العمل اللي كانت كتير صعبة، من شتاء لبرد لأماكن كتير بعيدة. السنة الماضية عملتها. فبحب أشكر الأستاذ عامر غرايبة اللي أشرف على هذا العمل. بحب أشكر أساتذتي كاملين، يعني طبعا كل شخص فيهم أعطاني توجيه. فمثل نبلش الدكتور غسان حداد، الدكتور مخلد زيود، الدكتور علي ربيعات، الدكتور محمد خير رفاعي، الدكتور مين ضل في حدا نسيته؟ ان شاء الله كلهم أتوقع ما نسيت يعني أحد. يعني لو نسيت حدا مرات الواحد ذاكرته ممكن بتخونه، طبعا لكن انت بتقدر كل اللي وقفوا معك وبتحب التعاون اللي صار، أكيد. وان شاء الله يا رب من نجاح لنجاح يا يزن، شكرا تستاهل كل لك، خير. شكرا شكرا، شرفتنا. العفو يا حبيبي.